الاستهلاك الدائم هو عنوان المؤتمر الصحفي الذي نظمته جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين تمهيدا باليوم العالمي لحقوق المستهلكين دورة العام 2020. المؤتمر تناول 4 محاور أساسية، حيث طالب فيها الأمين العام لجمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين الحكومة بأخذ التدابير اللازمة لمواجهة التحديات التي تعيق سير عملية التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن فرض وتشديد الرقابة لتفادي مخاطر داء كورونا وتوعية المواطنين بأهمية النظافة. نشوفوا اليوم الأمبلاش البلاستيك ده كان تشري المشروبات ولا علم، كل الناس قاعد يستعملوا الليل ده كتير، والعلم ده بيزيد الوساخة في الهلة كتير، والبلديات عندهم مشاكل اللي علوم ده بالكيري كان يبودهم عنده يعني صوبات كتير. بيتشاد ده أننا خايفين عندنا يعني أهميات زيادة ما عشان مشكلة الكوليرا ساكت بلنا عنده صوبات عشان تواجه، وده نقول كم مرض زي ده جاء دخلنا في البلد ده كتير زيادة، عشان ده نقول صحيح هكم شالة خرار عشان تسير برنامج خاص بخصة للياتول ديت سيدة، لكن أهميتنا كثيرة والأهميات المستهلكين بصفة عامة. هذا وإن المؤتمر حضره العديد من الصحفيين بالوسائل العامة والخاصة، وقدموا أسئلة واستفسارات حول سلامة المواطن ونظافة المواد الغذائية